مرحبا شباب، هذا الفيديو توضيحي سويته بخصوص البلاب الاطوار اللي لاحقات امهم قسم يسمونه القسم يسموهن الاطوار او قسم الوحشيات يسموهن الى اخره. التوضيح هو دي يخص الاسئله انه هذا يتالف او ما يتالف. هذا اصدقائي واعزائي بمرور الوقت ممكن يقوم يستلم من الايد، ما يخاف من عندك، تخليه بصفك يعني ما يتطاير. احنا هسه اذا تشوفون ما شاء الله، اذا تلاحظون انتم هسه انا بعد متر عنهن، صحيح انا مقرب بالزوم حتى اوضح لكم صوره الطيور تشوفون صبغهن، بس انا بعد متر واقف عنهن تقريبا او متر ونص تقريبا. الطيور ما قاعد تطاير وحتى قاعد تاكلهم قدامي يعني، وسلوكها تقريبا طبيعي. مع العلم هي صار لها يومين بس صارهم بالقفص، البارحه احنا جبناهم اليوم ووضعهم طبيعي، اكلهن ياكلن قدامي، يشربون مي قدامي. البارحه خليت لهم مي قام يسبحن قدامي ما يخافن، لانه ذني بعدهن صغار، بعدهن ما شايفات بساتين هوايه، وكل عمره تقريبا شهرين او شهر ونص مو اكثر، مو مثل البلبل ابو السنه او فوق السنه، وحتى البلبل ابو السنه او فوق السنه الاطوار اللي احنا هسه قاعد نصيدهن والشباب يصيدوهن، هم بعد فتره من الزمن هم يجلس او يطيح قسم يسموه او يركض، وهم يصير يستلم من الايد وما يخاف من عندك. حتى الطور البري ابو السنتين او بثلاث سنين او اكثر همين، بينما ذني كل عمرهن شهر ونص ترى، يعني ما شايفات هواي بساتين، ما متوحشات، وترويضهن جدا سهل. بس ما اقول لك يصير مثل الاليف الطينه يعني انه تلعب وياه وتخليه يطلع برا القفص ويوقف على ايدك، لا ما يوصل هيك مستوى، بس ياكل من ايدك، ما يخاف من عندك، يطق جناحات الى اخره، وبرواسه حلو. هنا شغله السلوك، اما شغله التغريد هسه ذني بطنهن اساسيات، يعني كل طير متعلم فد اربع خمس لسن اساسيه عنده مالاته، يعني هاي مالاته ثابتات سامعهن. تجي انت اذا عجبك تزيده، عندك مثلا لسانات محدده بموبايلك تقدر تسمع الهيا يوميه، راح ياخذهن، وهذا ياخذ اسرع لانه كبير وذكي وعنده لسانات، فعنده امكانيه يحفظ اسرع بعد من الاليف. يعني اذا ما عجبك انت اللسانات اللي ببطنه، طبعا هي تبقى هذني اساسيات بعد له، تقدر انت عندك لسانات عاجبتك، مثلا لسانات ثقيله، لسانات قويه، تقدر هم تسمع الهيا هم ياخذهن، وطبيعي كلش. اما بالنسبه للقوه، القوه اكيد ذني كلش قويات، لان مثل ما شارح لكم بفيديو سابق، ذني الام والاب فتره الاسبوع الاول ينطوه ماده للافراخ، ماده لزجه تسمى تقريبا احنا بالحمام تسمى حليب الحمام، بس هي نفس الماده العصافير يسووها والبلابل يسووها وغير الطيور يسووها اول ايام، لانه الافراخ صعب عليها الهضم الحشرات او الحبوب، فالامايه تطرح هاي الماده بها مضاد حيوي لهاي الطيور الى اخره. ان شاء الله وصلت المعلومه وتحياتنا لكم.